نعم. أما الفقرة الآتية اللي يقدمها أكيد بعد دكتور عماد الزبيدي باعتبار كان ويانا دخل مقدم أساسي. نعم. بعد دكتور عماد الزبيدي تتقدم الفقرة القادمة. أما الآن نعم. مع الشاعر الكبير حرق أحشيها الشاعر الكبير المتزوج 4 نسوان السيد سعيد الصافي. حي الله. الله صل على محمد وآل محمد. منور أبو عباس، يا هلا ويا هلا ويا هلا، حياك الله. حياكم الله أحبائي، وكل هلا بيك. 100 هلا بيك. وصيام مقبول، الله يتقبل أعمالكم. وتقبل الله الطاعات، قبل أعمالكم. حج عماد ايش عنده وياك؟ حج عماد الزبيدي يريد يخلق لي مشكلة وحدة. المرأة إذا قلت لها هاي الثالثة، ايه؟ فالمرة تلاطف قلت لي ما تتزوج وزف عليها. قلت لها، قالت أسوي لك زفة تخبل. قلت لها رحم الله والديك. بس قالت ما قلت لي لوين الزفة. قلت لها لوين؟ قالت لي للمقبرة. وبالأخير تدرش قالت سيد نسحك الطاغ برش سيد حسنين. دكتور عماد يدي هيج لطلابه. نعم. وهي عدنية زفن المقبرة. سيد حسنين يحيى عندك مداخلة؟ عفوا، ناخذ سيد سعيد بعد. لا هو أبو عباس حج عماد قال له أنت متزوج 4، قال له والعباس 3، يعني على اساس 3 قليلات. بس هي كل الدلائل تشير على انه اكو رابعه في الطريق. هاي الربط الجميل اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اولا اتقدم بالتهاني والتبريكات إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى علماؤنا الأعلام، وإلى أبناء الأمة الإسلامية وأتباع أهل البيت أينما كانوا وأينما حلوا بهذه الذكرى العظيمة الجميلة، ذكرى ولادة الكرم والضيافة والجود، ذكرى ولادة الإمام الحسن المجتبى ابن علي عليه السلام. لا بد لي أن أتقدم بالشكر والتقدير والاحترام إلى أخونا العزيز الدكتور عماد الزبيدي على هذه الجهود العظيمة المبذولة لخدمة أبي عبد الله الحسين من خلال برنامج وجيها بالحسين. نسأل الله أن يجعلك ويجعلنا من الوجهاء بالحسين عليه السلام إلى الله، ونيل الشفاعة بخدمة الحسين، ببركة الحسين وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كذلك لا بد للتلميذ أن يستأذن من أستاذه حينما يرتقي المنصة. استأذنوا من أستاذي الكبير الأستاذ ثامر الوندي أن يأذن لي. والنعم والله بقراءة. النعم من أبي محمد. طبع دار الكريم بغير دقة باب. نعم نعم. طبع دار الكريم بغير دقة باب، وتحيي الضيوف بكل وقت داره، يحسبك بالفضل أنت اللي بديت عليه، ولا كن المضيف وانت خطاره، يحسبك بالفضل انت اللي بديت عليه، ولا كن المضيف وانت خطاره، واذا قصرت سفرته عيونه تجدح نار، ولهذا السبب ما تنطفي ناره. اذا قصرت سفرته عيونه تجدح نار، ولهذا السبب ما تنطفي ناره. ترى لقمة الزاد تعتر النكار، لأن أصل الملح من طينة الشارة. ترى لقمة الزاد تعتر النكار، لأن أصل الملح من طينة الشارة. نكران الجميل أكبر ذنب ينقاس، ما تقدر تغفر بدفع كفارة. نكران الجميل أكبر ذنب ينقاس، وما تقدر تغفر بدفع كفارة. لا تذب الملامة
برقبة الشيطان إذا عندك نفس بالسوء أمارة. لا تذب بالملامة برقبة الشيطان إذا عندك نفس بالسوء أمارة. ربك خيرك يا لدنيتك دربين وبكيفك بعد يا درب تختار. ربك خيرك يا لدنيتك دربين وبكيفك بعد يا درب تختار. عمرك ينختم كل ما يريد يطول وعنده للعقيدة الدنيا تسيارة. عمرك ينختم كل ما يريد يطول وعنده للعقيدة الدنيا سيارة تسيارة. على ساق العريش ربك كتب أسماء وجعل حتى الملائك بيها محتارة. على ساق العرش ربك كتب أسماء وجعل حتى الملائك بيها محتارة. وهب آية قديم إحسان للزهراء وعلى لسان الوحي يزف لها البشارة. وليد اسم الحسن من حسن وجه الله يوسف لو يشوفه يلوذ بكتار. الله 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 الله. وليد اسم الحسن من حسن وجه الله يوسف لو يشوفه يلوذ بكتار. من رحم البتول وصل بحام الجار غسل وجه الظلام بطلعة انواره. من شجرة المبارك بها رب الكون وتفرع غصن ودلت ثماره. من يقول الحسن ما تشفل الخمار والصافح وياهو قدم اعذاره. هذا من يقول الحسن ما تشفل الخمار والصافح وياهو قدم اعذاره. معقول الحسن ينسى الضلع والباب وما زال الدم بطراب بسماره. الله وما زال. من يقول الحسن ما تشفل الخمار وتصافح وياه وقدم اعذاره. شف الكال لازم رقبة المختار وسمات الدين كلها وسمات الدين كلها بطلعت اصفاره. معقول الحسن ينسى الضلع والباب وما زال الدمى بطراب بسماره. ما حارب صحيح وظل جليس الدار. ما حارب صحيح وظل جليس الدار لأن أجلكم الله لأن شاف الوجوه وجوه غدارة. ما حارب صحيح وظل جليس الدار لأن شاف الوجوه وجوه غدارة. استاذنا الوندي قرع عيون الزلم ما بيها جزحة غيظ عاميها الخليفة بلمع دينار. الله ما حارب صحيح وظل جليس الدار لأن شاف الوجوه وجوه غدارة. قرع عيون الزلم ما بيها جزحة غيظ عاميها الخليفة بلمع دينار. لا تجعل فرق بين الحسن وحسين وتريد المغطى تهيج غباره. هم اثنينهم من صلب داح الباب وحزمهم علي بحزام فقاره. هم اثنينهم من صلب داح الباب وحزمهم علي بحزام فقاره. بس واحد انصاره انحرفوا وخذلوه وواحد صاروا نجوم السما انصاره. الله واحد صاروا نجوم السما. عشت ابو عباس. احسنت. شكرا للعم الحبيب ابو عباس بارك الله فيك شعرنا الكبير السيد سعيد الصافي. احسنت وطيب الله انفاسك وادام هذه الكلمات ذخرا لك ولنا وان تعلى الله دوما بشعر السيد سعيد الصافي الرميفي. احسنت. شكرا لك استاذ علي فعلا فرصة طيبة اليوم كنا مع الأساطين وهذه المشاركات الطيبة ضمن الفقرة الخاصة بولادة الإمام الحسن سلام الله عليه ونحن نعيش معكم أجواء هذه الاحتفالية المختصرة على هامش برنامج وجيها بالحسين بنسخته الثالثة ليلة الميلاد المبارك. أحسنت. دعني أغتنم هذه الوقفة القصيرة لأرحب بمن ضم معنا أيضاً في حلقة هذا اليوم متأخراً
يعني كان يمشط ما يخالف متاخرا بالتالي كان ياكل كان ياكل مو هو يجوع بسرعه ضعيف بسرعه ولا مرتضى الحميداوي حياك الله اهلا وسهلا ومرحبا حيا الله مولا مرتضى اسعد الله ايامك كل عام وانت بالف الف خير حياك الله مولانا شرفتنا ونورتنا الله يخليك وايضا سيد طالع باكوي اليوم شوي متاخر هم علينا يا الله سيد طالع تمام روزتهم بخير اسعد الله ايامكم عيد في ميلاد مبارك. الإمام الحسن عيد شمام مبارك باشد إن شاء الله شرفتنا تشهد شرم يكون الله يبارك فيكم إن شاء الله ممنون نعم.